حياكم الله مشاهدينا الكرام من الرافدين، أهلا بكم في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتب في الصحف العراقية والدولية، ونبدأ بأهم العناوين. بالعربي الجديد، العراق حملة اعتقالات واسعة لناشطين ومتظاهرين في الناصرية. في موقع عربي 21، أنباء عن قتل قائد بالحرس الثوري على حدود العراق. نطالع في صحيفة الزمان، بوادر حل لأزمة بغداد وأربيل واتفاقات أولية بشأن ملفي رواتب والنفط. في نيويورك تايمز، مشكلة إيران ليست في برنامجها النووي ولكن في صواريخها الدقيقة. دالي تلغراف عنونت الموساد الإسرائيلي ساعد ضابطا سوريا على الهروب إلى النمسا. ومن نقرأ من واشنطن بوست، الطائرات المسيرة سلاح تركيا في السياسة الخارجية. في القدس العربي، قبيل ولاة بايدن الاستيطان يتصاعد في القدس المحتلة. يحاول مجلس النواب جاهدا تشريع قانون الجرائم المعلوماتية لتكميم الأفواه وخنق حرية التعبير التي كفلها الدستور في المادة 38، وهذا ما كتبه كاظم المقدادي في مقاله الذي نشرته صحيفة الزمان العراقية، وجاء فيه: في القانون الجنائي العام لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. وعندما اطلعت، ويقول الكاتب، على بعض نصوص المواد في القانون المقترح للتشريع، ومنها المادة 3 على سبيل المثال، وتنص على عدم الإساءة لسمعة البلد وعدم تعريض الأمن القومي للخطر، أجد أن هذا النص لا ينطبق على طبيعة استخدامات المواطن للإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي إلا بحدود ضيقة، لكنه ينطبق بوضوح على سلوك المسؤولين الفاسدين وعلاقاتهم وارتباطاتهم الخارجية ومخابراتهم مع سفارات الدول الأجنبية. الجريمة المعلوماتية تعد من الجرائم المستجدة، ويحتاج القضاء العراقي إلى وقت طويل لدراستها بشكل معمق من أجل إيجاد قوانين مستحدثة تتلائم وطبيعة استخداماتها. من المعلوم أن المجرم المعلوماتي لا يحمل معه سلاح الجريمة المتعارف عليها، لأنه يتعامل مع المعلومة بمهارة عالية بعقله وذكائه وليس بيده. لذا فإن طبيعة الجرم تستدعي استحداث فقرات قانونية جديدة ليس لها علاقة بقانون العقوبات. إن السبب لإقرار هذا القانون يفضحه هذا التتابع الزمني بين بداية التفكير بتشريع هذا القانون بين سنتي 2011 و2012 بأول المظاهرات الشعبية التي اندلعت في ساحة التحرير لأول مرة، ونددت بسياسات قمع الحريات التي مارسها السيد نور المالكي رئيس الوزراء آنذاك، وبين سنتي 2019 و2020 والتي تفجرت فيها أيضاً الانتفاضة التشرينية العظيمة. يتضح لنا أن قوة وتأثير المظاهرات كانت السبب الرئيس بالتفكير بمثل هذه القوانين المستعجلة التي تحد من الحريات العامة وحرية التداول، على الرغم من وجود معارضة شعبية واسعة. إن السبب وراء كل هذه الإرادة النيابية لتشريع القانون هو موضوع الانتخابات المبكرة ومحاولات الأحزاب الفاسدة حصر الدعاية الانتخابية من دون وجود أصوات شعبية على مواقع التواصل الاجتماعي تعترض على سلوكها الانتخابي وتبعد الحركات الوطنية التي تعترض على هيمنة المال السياسي والسلاح المنفلت الذي سيؤثر في إجراء انتخابات نزيهة بعيدة عن الضغوط والتأثيرات السياسية. هذه المرة لم يتحدث العراقيون ولا سواهم عن فساد الحكومة العراقية وإخفاقها، وإنما تحدثت الأمطار بسيول جارفة اقتحمت الجامعات والمدارس والمستشفيات والمصانع والبيوت، وأغرقت الشوارع وأتلفت الأثاث وخربت الأجهزة الكهربائية. عن الفساد الحكومي كتبت باهرة الشيخلي مقالا في صحيفة العرب اللندنية، فلنستمع إلى جزء منها.
العراقيون يساورهم القلق الآن مع سماعهم أنباء توقعات أن يكون شتاء هذا العام بأمطار وسيول لا إمكانية لصد ما تحدثه من غرق وخراب، فإذا كانت أول زخات من المطر أغرقت مدنهم واقتحمت عليهم بيوتهم وفعلت ما فعلت خلال ساعة واحدة، فماذا ستفعل أمطار الشتاء المقبل؟ الواقع أن كارثة الصرف الصحي التي حولت بعض أحياء العاصمة إلى غدران وأنهار كانت واحدة من مظاهر الفساد التي نأت بها وبأحمالها أرض الرافدين، ومن خلالها استعاد العراقيون خرافة صخرة أمين بغداد الأسبق عبعوب الكعبي الذي حاول إهانة المواطن العراقي واستخفاف بعقله يوم ابتدع الصخرة إياها التي تسببت في انسداد مجاري الصرف الصحي فأغلقت الطرقات وأغرقت البيوت وملأت الشوارع بالمياه. اتضح فيما بعد أن عبعوب ليس سوى مسمار صغير صدئ في عربة الفساد الحكومية منذ أول تاريخ الاحتلال وحتى الفيضان الأخير الذي أغرق الكثير من أحياء بغداد المدينة التي عاث فيها مستوطنو المستوطنة الخضراء الحكام نهباً وفساداً. أبى وأبدى مواطنون سخرية من حضور بعض المسؤولين والنواب إلى أماكن الغرق والتصوير قربها، وقد شن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة واسعة للسخرية من هذا الاستعراض الذي قام به مسؤولون ونواب في مجلس النواب بعدما نزلوا إلى الشوارع التي غرقت من جراء الإهمال والفساد الإداري والمالي، وعدوا ذلك دعاية انتخابية على حساب المعاناة المريرة للمواطنين. تمنع ميليشيات مسلحة في محافظة صلاح الدين منذ نحو 6 سنوات عشرات الآلاف من السكان من العودة إلى مناطقهم الأصلية لأسباب تتعلق بنشاطات اقتصادية. وتتربع مجموعة من هذه الميليشيات منذ إعلان تحرير مناطق شمال بغداد من سيطرة داعش نهاية عام 2017 تتربع على عرش عدد من المفاصل التجارية هناك وتدير ماكينات اقتصادية وبعض الأعمال غير الشرعية كتهريب النفط. هذا ما جاء في تقرير كتبه تميم الحسن في صحيفة المدى. هناك سليمان بيك، البلدة الواقعة في شرق تكريت والتي تحررت بعد أقل من 3 أشهر من سيطرة داعش عليها، لكن رغم ذلك يمنع أي من سكانها من العودة مجدداً. سليمان بيك وهي ناحية أغلب سكانها يعودون لعشيرة واحدة وهي البيات. تضرر 90% من المنازل هناك بمستويات مختلفة، بينها 800 منزل دمرت بالكامل من أصل 4000. ووضعت فصائل مسلحة وهي مسؤولة لسنوات عن الملف الأمني هناك في عام 2015 اشتراطات وصفها مسؤولون بالتعجيزية من أجل القبول بعودة جزء من السكان، حيث وضعت تلك القوات 18 شرطاً بينها أن تتعهد العشائر بعدم حدوث أي خرق أمني في البلدة بعد عودة الأهالي، وكان هذا الشرط صعباً للغاية حيث لم ترد أي عشيرة في البلدة أن تتورط في قطع وعد كهذا. أما عزيز بلد جنوب تكريت حيث نسبة عودة النازحين إليها 0 رغم صدور أوامر بإعادة سكانها، لكن الدمار الكبير للمنازل هناك والذي تصل نسبته إلى 90% حال دون ذلك، بالإضافة إلى قرار منع من قبل فصائل، ويقدر أعداد السكان في الناحية بنحو 20,000 نسمة. وأضاف تقرير الصحيفة أنه جرت العادة في مبالغ التعويض للنازحين أن يحصل المتضرر في أحسن الأحوال على أقل من ربع القيمة المقدرة، وهي مبالغ قليلة جدا خصوصا أن أغلب السكان فقدوا أعمالهم. لا يفارق القلق الزعماء المستبدين العرب في التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتستبد حالة القلق بهم مع كل دورة انتخابية وقدوم رئيس جديد، فهؤلاء الزعماء الفاقدون الشرعية والرشد يدركون جيدا أن عليهم تعديل سلوكهم ليتماشى مع سياسات الرئيس الجديد. وقد بلغ قلق الدكتاتوريين العرب
مدى مع انتخاب جوزيف بايدن رئيسا للولايات المتحدة، والذي شدد على أن المبادئ التي ستحكم سياسته في الشرق الأوسط ستحكمها تستند إلى التزام بالديمقراطية والليبرالية وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد، وهي مفاهيم لا تتمتع الأنظمة العربية الدكتاتورية بالحد الأدنى من متطلباتها. وهذا ما جاء في مقال للكاتب حسن أبو هنية نشره موقع عربي 21. خلاصة القول أن العالم العربي لا يشكل تحدياً للسياسة الخارجية الأمريكية، فالزعماء المستبدون العرب اعتادوا على القلق من السياسات الأمريكية مع كل انتخابات، فهم يخشون من أي تغيير مهما بدا سطحياً، لكنهم سرعان ما يتكيفون مع متطلبات سيدهم الجديد في البيت الأبيض بعد تململ وحرد وعتاب، تعبيراً عن قلقهم تجاه تغيير تأنفه طبيعتهم الاستبدادية المحافظة. فقد تناغمت هذه الأنظمة الدكتاتورية مع ولاية ترامب الشعبوية الاستثنائية التي فضلت الدكتاتورية على الديمقراطية صراحة، واستخدمت القوة كأداة سياسية، ومارست الابتزاز والإذلال. والأدهى أنها كانت سعيدة بالترامبية وعاشقة لترامب، ورغم أن بايدن يعود إلى نهج الواقعية والبراغماتية الأمريكية المعهودة، إلا أن المستبدين العرب الذين استبد بهم حب ترامب يخافون من أي إشارة إلى قيم الديمقراطية والليبرالية وحقوق الإنسان، رغم إدراكهم أنه لا وجود لتغييرات كبرى في الملفات الأساسية الثلاث في الشرق الأوسط التي تتعلق بمكافحة الإرهاب وأمن إسرائيل والملف الإيراني. ومع معرفة المستبدين العرب بأن السياسة الأمريكية في المنطقة قامت على دعم الأنظمة الاستبدادية، إلا أنها تخشى أن تتحول الرطانات البلاغية إلى سياسة فعلية، أو تستخدم تلك القيم شعارات للضغط والابتزاز. فإذا كان ترامب قد استخدم القوة وسيلة ابتزاز، فلا جدال في أن بايدن سيستخدم الدبلوماسية أداة ابتزاز أيضا. أكدت صحيفة تركية أن التعاون بين الرياض وأنقرة سيكون مفيداً للجانبين، مؤكدة أن تعزيز الشراكة ستتيح للسعودية الاستفادة من الصناعات الدفاعية التركية. وذكر صحيفة يني عقدة في تقرير لها أن تسلم الرئيس الديمقراطي جو بايدن لرئاسة الولايات المتحدة سيؤثر في التوازنات في الشرق الأوسط بعد سياسة أمريكية لدونالد ترامب قدم فيها الدعم غير المحدود للاحتلال الصهيوني والإمارات ومصر والسعودية، وشدد فيها على عمليات الحظر داخل إيران. فلنتابع التفاصيل. المتوقع أن يعيد جو بايدن العلاقات مع إيران بالاتفاق النووي بدلاً من مهاجمتها، وهو ما يقلق الاحتلال الإسرائيلي بالإضافة لدول عربية. ورأت الصحيفة التركية أنه من الجيد فتح صفحة جديدة مع السعوديين الذين لم يدركوا قيمة تركيا كحليف لهم، وأشارت إلى أن السعوديين لا يشعرون بالراحة تجاه الوضع الجديد، ولذلك فإنهم يبحثون الآن عن حلفاء جدد ضد إيران. وقد جاء الاتصال الهاتفي بين الملك سلمان ورئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل أيام، تبعه لقاء بين وزيري خارجية البلدين. وأضافت أن الحكومة التركية تولي اهتماماً كبيراً تجاه الأراضي المقدسة في السعودية، لا سيما مكة المكرمة والمدينة المنورة، لذلك فهي آخر دولة قد تنظر إليها تركيا كعدو لها. وشددت على أن تركيا تسعى لأن تكون علاقاتها ودية مع جميع الدول الإسلامية، وبات استخدام الأسلحة التركية واضحاً في الدول المتحالفة معها، لا سيما أذربيجان وليبيا، كما أنه يمكن للسعودية ودول أخرى الالتحاق بهذه القافلة.
ترقب عشاق الفلك ليلة الاثنين مشاهدة خسوف شبه الظل للقمر، والذي يظهر في أجزاء من أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. وخسوف شبه الظل يختلف عن الخسوف الكلي، يحدث عندما يدخل القمر في ظل الأرض أو الظل الخارجي، مما يؤثر في لونه وعكسه أشعة الشمس. وهذا هو آخر خسوف لشبه الظل لهذا العام، وكان مرئيا في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأستراليا وأجزاء من آسيا. وتدخل نحو 85% من مساحة القمر إلى منطقة الظل في أثناء ذروة الخسوف أو في منتصفه، ويكون هذا النوع من الخسوف مرئيا، ولكن أفضل فرصة لرؤيته قد تكون من خلال التلسكوب وفقا لوكالة ناسا. نبقى الآن مشاهدينا الكرام مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتورية. بهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم مشاهدينا الكرام، غدا بإذن الله تعالى صدى أقلام جديد من الرافدين في رعاية الله.